ازيكم يا شباب؟ قبل ما نبدأ فيلمنا اكتبولي في كومنت اسم الفيلم اللي عايزين نلخصه بصوتي الحلقة اللي جاية، والفيديو ده عايزين نوصله ل10,000 لايك لان ده اللي بيشجعنا نكمل. فيديو النهاردة مش بيحكي قصة فيلم زي ما عودناكو، في الفيديو ده هنشوف حلقة من مسلسل فكرتها غريبة شوية، بس بتورينا تخمين للي هيحصل في المستقبل، وده طبعا من وجهة نظر المؤلف. تعالوا نشوف الحكاية دي مع بعض. ده روب بيكون لسه نايل هو ومراته على شقتهم الجديدة، فبنشوف روب وهو شايل صناديق فيها حاجتهم وبيطلعهم على البيت، وجيل مراته بترص الحاجة في المطبخ. جيل بتكون متضايقة من التلاجة القديمة اللي صحاب البيت سايبينها لهم، وبتكون عايزة ترميها بس مش عارفة تتصرف فيها، وفي نفس الوقت شكلها بشع وغريب ومبوظة شكل المطبخ. وروب بيحاول يكون متفائل وبيقول لها ان التلاجات القديمة بيكون فيها امكانيات مش موجودة في التلاجات الجديدة، زي مثلا الموتور الكبير قوي اللي من فوق ده. بس جيل بتتريق على كلامه وبتقول له انت اكيد بتهزر، مفيش بني ادم عاقل هيعجبه التلاجة القديمة دي. وبعد ما بيكونوا شالوا الصناديق كلها ودخلوها البيت، جيل بتقترح انهم يشربوا خمرة ويحتفلوا بالبيت الجديد. فروب بيفتح التلاجة القديمة دي عشان يدور فيها على مكعبات تلج، بس لما بيفتحها بيلاقي الفريزر عبارة عن تلج كتير وتخين جدا وصعب انه يتكسر، بس بيفضل يحاول لحد ما بيطلع منه مكعب صغير وبيحطه في الكوباية بتاعته، وبعدين بيقعدوا يشربوا ويحتفلوا ببيتهم الجديد. وبعد اول بق روب بياخد باله ان في حاجة غريبة جوه مكعب التلج ده، ولما بيفضل متنح فيه بيكون مش مصدق اللي شايفه، فبيدي المكعب لجيل وبيقول لها تبص وتشوف لو في حاجة غريبة ولا هو بيتهيأ له. فجيل بتجيب العدسة المكبرة وبتقربها على مكعب التلج، والاتنين بيبصوا عليه وبيلاقوا حيوان ماموس صغير جدا متجمد جوه المكعب، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم وبيتفاجئوا على الاخر، وبيلاحظوا ان الماموس ده كان حد مصطاده، خصوصا لما بيلاقوا سهم طلع منه. جيل بتحس ان دماغها تنفجر عشان مش بتكون مستوعبة ازاي حاجة زي دي ممكن تحصل، فبترجع تفتح التلاجة وبتروح على الفريزر وتشيل كل التلج اللي قدامها، لحد ما بتلاقي حضارة صغيرة من القرون الوسطى، والوقت جوه الفريزر ده بيكون بيعدي بسرعة جدا، والناس اللي جوه الحضارة دي بيقضوا يومهم كله في ثواني. روب وجيل بيكونوا مش مستوعبين اللي بيحصل قدامهم، ومش مصدقين اذا كان اللي شايفينه قدامهم ده حقيقي ولا تهيؤات، والناس اللي جوه دول مش بيكونوا مهتمين قوي بالعمالقة اللي بيراقبوهم دول. وبعد شوية روب بياخد الماموس الصغير اللي لاقيه في المكعب التلج وبيدفنه في الزرعة اللي معاهم، وجيل بتتريق عليه وعلى اللي بيعمله وقد ايه هو متأثر بموت الماموس ده، وبيرجعوا الاتنين يفتحوا الفريزر، بس ساعتها بيلاقوا ان عصر القرون الوسطى اتغير ووصل لزمن الثورة الصناعية، والدقايق اللي غابوا فيها دي عدى عليها في الفريزر قرون. فبيقفوا يتفرجوا على الناس اللي هناك وهم بيبنوا بيوت طويلة وبيوت كتير جدا في ثواني، وروب بيكون متضايق انه راحت عليه فترة عصر النهضة، وبيكون بيسأل نفسه اذا كان الناس اللي جوه دول فاكرينهم آلهة. وساعتها العمال اللي جوه بيكونوا شايفين روب وجيل وبيشتكوا من الاتنين الاغبياء اللي واقفين يتفرجوا عليهم كل يوم، وانهم زهقوا من منظر الخضار اللي بين سنان جيل. وفي مدة قصيرة جدا عصر الصناعة بيتغير للعصر الحديث، وروب وجيل بيشوفوا ناطحات السحاب والمباني الضخمة جدا وهي بتتعمل، وبيكون في حاجات صغيرة جدا في حجم الدبان بتطير فوق المباني دي، وده بيخلي روب محتار ومش فاهم ده عبارة عن ايه. بس جيل بتقوله انها غالبا طيارات صغيرة. الاتنين بيتفرجوا وهم منبهرين بسرعة التغير اللي بيحصل قدامهم مقارنة بالسرعة اللي في الحاضر، وروب بيضحك لما بيلاقي مبنى كافيه ستاربكس وبيحاول يعرف اكتر عن العالم الصغير ده، فبيقرب اكتر عشان يشوف اوضح. بس في اللحظة دي بيشوف صاروخ بيقرب على المدينة الصغيرة، وروب اللي كان مندمج جدا بيتخض وبيقع على الارض، وجيل بتساعده يقف، وبيفهموا ان الناس اللي جوه الفريزر دلوقتي عندهم حرب، وكل حاجة شافوها وهي بتتبني قدامهم بتتدمر، فبيقفوا يتفرجوا على مستقبل الإنسان الصعب اللي هيواجهوه بعدين، بس مش بيعملوا حاجة ولا بيدوا أي رد فعل ومش بيهتموا أصلا. جيل بتقفل التلاجة وهي بتقول إن الناس مش هيقدروا يتجاوزوا الحرب دي في كام دقيقة، وعشان كده لازم يروحوا يقعدوا شوية وبعدين يبقوا يرجعوا يطمنوا. وفي الوقت ده بيطلبوا بيتزا وبيستمتعوا بيها وبيتجاهلوا تماما الحرب النووية اللي بتحصل في الفريزر. وبعد حوالي ساعة روب بيقترح انهم يفتحوا الفريزر ويشوفوا ايه اللي بيحصل جواه، بس هما بيفتحوا المرة دي بيكونوا خايفين احسن يشوفوا البشر وهما بينقرضوا. بس رغم كل اللي حصل ده بيتفاجئوا وبيلاقوا ان الحرب انتهت والبشرية ما انقرضتش وتعافت من اللي حصل، وبيلاحظوا كمان ان بقى في عربيات بتطير وناطحات سحاب زادت، والبلد بقت بتبرق من كتر الانوار اللي فيها وتطويرها، وناطحات السحاب الكتير متوصلة بكباري. بس بعدها بيلاحظوا ان في مبنى على شكل هرم وهو اللي متحكم في كل حاجة، فروب وجيل بيفترضوا ان الناس كلها عايشة جوه الهرم ده دلوقتي. وبعد ما الهرم بيكبر ويكمل
بيظهر شكل الألمازة من جوه، وفجأة الألمازة بتمتص المدينة كلها جواها، وبعدها شكل غريب بيظهر وجواها الطاقة كلها، وبعد دقيقتين بينفجر وبيطلع منه زي شرارات طاقة كتير بتنتشر في كل حتة في المطبخ، والاتنين بيتفرجوا هما مبهورين بالشرارات اللي بتطير حواليهم دي زي الصواريخ. روب وجيل بيكونوا مقتنعين ان البشر خلاص اكتشفوا كل اسرار الكون ودلوقتي بيسافروا في الفضاء، ودي حاجة عمرها ما كانت تخطر على بالهم انها تحصل. وبعدها شرارات النور دي بترجع تاني وبتتجمع في شكل الطاقة وبترجع الفريزر تاني، وده بيخلي روب وجيل يفترضوا ان ده مكانهم او مقرهم الاساسي، وفي الاخر الشكل بتاع الطاقة ده بيختفي، وده اللي بيمثل نهاية العالم بالنسبة لهم. وروب وجيل بيقفوا يتفرجوا على الفريزر وهو فاضي ومش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل، وروب بيكون مش عارف اذا كانوا هيرجعوا تاني ولا لا، بس جيل بتقوله انهم غالبا مش هيرجعوا وان كل حاجة انتهت كده خلاص. روب بعدين بيشيل فيشة التلاجة وبيحضن مراته بعد ما شافوا الماضي والحاضر والمستقبل وحضروا كل التفاصيل بتاعت البشر في الكام ساعة دول. وتاني يوم الاتنين بيصحوا وبيقضوا يومهم عادي جدا رغم ان اللي حصل اليوم اللي قبله ما راحش عن بالهم ولسه بيفكروا فيه، فبيقرروا يفتحوا الفريزر تاني للمرة الاخيرة عشان يتأكدوا ان كل حاجة انتهت فعلا، بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا ان عصر الديناصورات رجع وبيلاقوا شوية قرود صغيرين قاعدين ياكلوا من الديناصور الميت لحد ما بيجي ديناصور تاني وبيطاردهم، فبيطلعوا يجروا. وكل ده وروب وجيل واقفين بيتفرجوا على المخلوقات الصغيرة وهي بتصارع عشان تعيش. الحلقة دي من المسلسل مشهورة جدا الحقيقة، خصوصا انها بتقدم مفهوم مشوق جدا للتطوير والثورة، وفي النهاية البشر بيظهروا في قياسات مختلفة ومفهوم الوقت والابعاد بتخلص جوه الفريزر البشري. ومن الحاجات اللي كانت ملفتة جدا في الحلقة دي هي ان الفريزر نفسه اعتبروه ظاهرة طبيعية بما ان وجوده في الفيلم مش موضح هو اتعمل ازاي، وعدد كبير من الجمهور بيكون شايف ان الفريزر ده هو السبب اللي خلى صحاب الشقة اللي كانوا موجودين قبل روب وجيل ينقلوا لبيت تاني بعد ما شافوا مصير البشرية كتير قوي، وعشان كده قرروا يسيبوه في البيت لما نقلوا المكان تاني. القصة كمان بتدي للناس امل في المستقبل، خصوصا بعد ما العالم جوه الفريزر اتعافى من اكتر الحروب المدمرة اللي البشر ممكن يشوفوها، بعد ما شفنا روب وجيل هما بيطلبوا بيتزا وبيستمتعوا بيها في الوقت اللي العالم فيه كان في حالة حرب. بنشوف الإهمال اللي بيحصل للبشر وعدم إحساسهم بالمسؤولية ناحية المشاكل اللي بتحصل في العالم، وفي القصة دي بنشوف مستقبل كويس للبشر وما بينتهيش بانقراضهم على عكس النهايات المحبطة اللي بنشوفها في باقي الأفلام والمسلسلات. وكمان عصر الجليد بيورينا احتمالية إن البشر يفهم الكون كله ويدرسه صح ويبقى كمان جزء منه، وشكل كرة الطاقة اللي اتمثلت في الهرم اللي شبه البرج بتوضح غالبا التكنولوجيا اللي بتسمح لهم إنهم يهربوا من الواقع. وبعد ما بيكتشفوا كل الأسرار الوجودية كرة الطاقة بتختفي في الهواء، وده بيشير ان البشر قدروا انهم يتحكموا في الأبعاد لحد ما وصلوا لمرحلة عالية. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، انا محمد عبدالله، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.